وليراه طريحا بباب، انك انت تكون طريح على باب الله سبحانه وتعالى، لا إذن بجناب الله، مكسور القلب بين يديه، رافعا قصص الشكوى اليه، تقول: اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين، وانت ربي، الى من تكلوني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته غيري؟